بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا البارحة يوم 9/2 يوم الأحد انطلق اعتصام المفتوح لحملة الشهادات العليا أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مطالبنا واضحة وصريحة، سنين احنا نكرر بها، هو تعيين حملة الشهادات العليا. مطالب هذا الاعتصام بخصوص تفعيل قرار 373 اللي كان لـ 2019 الخاص باستثناء حملة الشهادات العليا من ضوابط التعيينات، وإدراج القرار من ضمن موازنة 2020 طبقا لدرجات الحذف والاستحداث اللي أبلغونا أنه عددها ما يقارب 200 ألف. لو طبقت نسبة 15% فإن حصة حملة الشهادات العليا 30 ألف درجة وظيفية. هذه الأعداد كفيلة بإنهاء هذه الأزمة. طبعا احنا من البارحة بايتين بالشارع، حتى خيمة ما قدرنا نصب. مثل ما تشوف هاي الشباب بهذا البرد، نهائيا ما التفت لنا أي مسؤول ولا أي لقاء صار. طبعا الجهات الأمنية حسب التبليغ أبلغونا أنه ممنوع الاعتصام. اللي نقدر عليه أنه الوقفة مستمرة. زين، أنا إذا ما أقدر أنصب خيمتي أنت تقبلها وأنا بات بالشارع؟ يعني إحنا البارحة بتنا بالشارع بهذا البرد. حقيقة ما قدرنا نصب خيمة، رفضوا نصب خيمة الاعتصام، مع العلم أنه اعتصامنا مفتوح. وحتى وإن رفضوا أنه نصب خيمة فهذا الاعتصام إن شاء الله باقي، وإذا تقبلونها إحنا أنه هاي الشباب اللي خلينا نقول إحنا اللي علمنا الأجيال، إحنا الشهادات العليا، إذا ترضونها أنه إحنا ننام بالشارع فإحنا نايمين بالشارع حتى لو ما خليتنا نصب خيمة. إن شاء الله مستمرين. راح تكون يوم غد إن شاء الله الثلاثاء عندنا تصعيد في الأمانة العامة بالعلاوي أمام مبنى رئاسة الوزراء. إن شاء الله الاعتصام مفتوح حتى ننال أبسط حقوقنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن أصحاب شهادات عليا من ماجستير ودكتوراه، مهمشين ومعطلين عاطلين عن العمل العفو. اليوم لنا اليوم الثاني ونحن نقف أمام وزارة التعليم العالي، ولكن لا حياة لمن تنادي. نحن مستمرين بالاعتصام إلى حين تحقيق المطالب وينال كل فرد منا حقوقه، وهو أبسط حق وهو التعيين. وغدا إن شاء الله لدينا وقفة كبرى أمام مبنى مجلس رئاسة الوزراء للتصعيد حول هذا الأمر. أعتقد يعني باعتقادي يعني أنهم يخافون على مكانتهم وما يريدون يجلبون الأنظار لنفسهم، وهذا تقصير من عندهم. المفروض أحد المسؤولين ينزل أو يعني يتبع وضع أصحاب الشهادات العليا لما نعانيه من تهميش من قبل المسؤولين حول هذا الأمر. نعم مستمرين والاعتصام مفتوح إلى حين تحقيق المطالب وهو التعيين. تحية لكم ولوقفتكم هذه المشرفة معنا. بمشيئة الله تعالى بدأ اعتصامنا يوم 9/2 وهو يوم الأحد المصادف، اعتصام مفتوح لحملة الشهادات العليا، هذه الطبقة المهمشة والمظلومة منذ سنين عديدة. نحن اليوم وقفنا وقفة واحدة ذكورا وإناثا، ماجستير ودكتوراه، من أجل المطالبة بحقوقنا المشروعة. يعني صراحة أنه كثير من القوانين اللي شرعت في سواء في الأمانة العامة أو في مجلس النواب هي لصالح حملة الشهادات العليا، لكن للأسف نرى اليوم نرى هذه القوانين معطلة، من ضمنها قانون 59 لسنة 2017 وهو تشغيل حملة الشهادات العليا في كافة الوزارات، إضافة إلى ذلك قرار 373 لسنة 2019 وهو قرار الأمانة العامة للوزراء
استثناء حملة الشهادات العليا من التعليمات والضوابط، وبالصراحة أنه ألزموا وزارة التربية ووزارة التعليم العالي أنه استثناء حملة الشهادات العليا في موازنة 2019، لكن اليوم للأسف نرى أنه هذه الدرجات سيست لصالح بعض من النواب من أجل يعني النواب، وصراحة نقولها نحكيها بصراحة، من بعض النواب الفاسدين من أجل تحقيق مصالحهم ومكتسباتهم. يعني ما من المعقول أنه في وزارة التربية يعين، مع احترامي لكل الشهادات، لكن كلهم ضمن اختصاصه، أنه خريج العلوم السياسية أو خريج القانون يعين في وزارة التربية مدرس. يعني احنا عتبنا على وزيرة التربية اللي هي دكتورة تربوية، كيف تسمح لنفسها أنه توقع أوامر وزارية ضمن هو خريج علوم سياسية، خلاص عينه باحث خريج العلوم السياسية يتعين في وزارة التربية باحث، أو يتعين في على ضمن شهادة القانون بالماجستير يتعين قانوني، أما عينه مدرس ثالث أو مدرس ثاني هذا طامة كبرى، لأن هذا الشخص وكلهم إخواني يعرفون حملة شهادة عليا من العلوم السياسية من القانون ما دارس طلاق تدريس، شلون راح يقف أمام الطلبة يدرسهم؟ هذه طامة كبرى. كثير من القوانين اللي تشرعت في مجلس النواب، قانون 59 لسنة 2017 شرع نشر في الوقائع الرسمية، لكن نرى اليوم تهميش واضح. اليوم وقفتنا مستمرة لا تراجع لحد إلى أن تتحقق مطالبنا، وهو تعيين لجميع حملة الشهادات العليا خارج الضوابط. يعني احنا وقفتنا هنا أنا صراحة البارحة لننصب خيامنا، تعرفون أنتوا هذا الجو البارد، هذه موجة البرد القارصة منعونا من نصب الخيم. ما اعرف احنا الجهات الامنيه مشكورين انه وقفتهم حمايتنا، لكن يقول لك احنا عندنا امر منين؟ امر غير هو مسؤول على الوزاره، امر من الوزير او من وكيل الوزير. ليش يعني هذا؟ يعني احنا هذا حقنا مكتسب، احنا هاي حقوقنا مشروعه. ابد لا حد اجانا ولا حد وصلنا. صراحه انا يعني قبل شويه اعتقد انه وكيل الوزير فات من يمنه، ما تنزل انه ينزل. احنا اولاده، احنا نعتبر من مخرجاتهم، احنا من مخرجات وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. هو يعني موظف عندنا، المفروض ينزل يحكي ويانا، يفوت من يمنا وشافنا عادي، فات الوزاره لا حكى ويانا ولا نزل ولا قال. خلي اسالهم يعني مجرد يعني اواسيهم بوقفتهم هذه بالبرد، هم حملت شهادات عليا. صراحه ما لقينا اي احد يلتفت انه، لا مسؤول لا عضو مجلس نواب، اي كائن من يكون اي مسؤول، ما حد اجانا. اليوم ها صار وقفتنا ثاني يوم، زين ما حد اجانا. اخواني اخواتي، طبعا احنا اعتصمنا يوم امس، كلكم تشوفون احنا هاي ملابس الاعتصام وبايتين بالشارع وبالبرد، نناشد ثلاث مرات راح احكيها، ايد اطلع حظ ضيم اللي بقلبي، انا راح احكي بالعربي، على قولته اجايزنا وهلنا انا راح احكي بالعربي، رغم أن اختصاصي لغة عربية المفروض أتكلم بالفصيح. عموما احنا صار لنا هذا اليوم الثاني نناشد وزير التعليم العالي أن يجد لنا صورة حل، يشوف لنا صورة حل. هاي الشباب يعني عايفين أهلهم وعايفين بيوتهم وعايفين زوجاتهم من الشباب، يعني شنو ذنبهم؟ أني شاح عامل شهادة عليا قاعد عن العمل وعاطل كل شيء، ماكو لا شغل لا عمل، يجيب البكالوريوس ياخذ تعيين بالجامعه الله يرضاها، والله العظيم ظلم، هذا ظلم يشهد الله ظلم. واكو بهم شباب ياخذ تعيين بفلوس، احنا ما نريد نطرق لهاي الامور، بس احنا ان حق. انا تعبت صار لي 20 سنه ادرس، شنو ذنبي اظل انا بدون عمل؟ شنو ذنبي اظل بلا تعيين؟ فأتمنى توصل هذه المناشدة لوزير التعليم العالي قصي السهيل. عمي احنا اعتصاماتنا مفتوحة، والله العظيم ما اريد احلف، والله العظيم مرة ثانية احنا ما نتراجع ولا ننسحب. لو اموت هنا بالشارع انا اخذ تعيين من ناي الله امشي، واعتصاماتنا سلمية، احنا شايلين بدينا غير هاي اللافتات او انا هاي، حتى شوفها كل شيء ما عند الله وكيلك، وبطانتي ذيك الحمراء خلف الله عليها حمتني من البرد. احنا كل شيء ما رايدين، ما راح ننسحب. خلوها ببالكم يا سياسيين اسمعوني، احنا ما راح ننسحب وراح نبقى هنا نايمين، رغم ان القوات الامنيه ما سمحوا لنا ننصب خيمنا. زين انتم تقبلون ولدكم يباتون بالشارع؟ اكيد لا، اكيد هسه ولدكم عايشين بنعيم ومرتاحين، والضيم على ولدي الخايبة كله الضيم علينا، احنا شنو ذنبنا؟
شنو ذنبنا؟ هسه لا واحد التقى بينا، لا واحد قال شلونكم، لا واحد قال شو تريدون، يمر علينا منا ولا كأننا ما عبالك من قلادشيين. عمي ترى احنا ذيابه ذيابه احنا، بس الظلم ايش سوى بينا؟ هذا ظلم، هذا ذل. الى متى نبقى هيك؟ الى متى؟ يعني انا اشوف الظلم بعيني، انا جاي اشوف ظلم بعيني، وهاي الوزاره هواي بها ظلم، ظلمت هواي ناس. يعني تتعين فئه من دراسات العليا وتبقى فئه ثانيه، هسه اكو بيهم عاطين عمل صار لهم 6 سنوات، اكو بيهم صار لهم 13 سنه، اكو بيهم صار لهم 2 سنين، هذا مكمل على حسابه وخاسر خساره وتعب وفلوس هسه احنا هنا قاعدين على شنو؟ احنا ايش رايدين منكم؟ عمي احنا فلوس النفيطات بدل ما تشربون هين تطونا هين. هسه كل واحد تعطونا 600 بالشهر عمو راضين، بس عينوا الناس، عينوا الناس، خلي تشوف مستقبلها، خلي تشوف وضعها، ترتب امورها. احنا من نحكي نحكي من حرقه قلوبنا، ونعاتب المسؤولين مره ثانيه، ونعاتب وزير التعليم قصي السهيل ان ينظر حقوقنا وينفذ حقوقنا ومطالبنا، لان احنا مظلومين، احنا كشهادات عليا ماجستير ودكتوراه احنا مظلومين، انظلمنا من كل فئه انظلمنا، فاحنا اعتصابنا هذا مفتوح وما راح نتراجع ابد ما نتراجع، واللي يقول نتراجع هذا يكذب. احنا اليوم واقفين امام وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، ونتمنى انه يعني احنا مدى نستجدي يعني من عندهم العطف، ولا احنا جبنا شهاداتنا بذراعنا وجبناها بتعب، جبناها بسهر، جبناها بأذية بألم، اتحملنا عقد وأشكال وألوان وكلها لفيناها على صفحة، وقلنا إن شاء الله راح نبدي بداية جديدة، وراح يعني نخلي إيدنا ويا إيد الناس اللي هسه تبدي تريد يعني تبني هالوطن هذا بعد ما خربوه الفاسدين. فوقفتنا هذه احنا مدى نستجدي من عندهم العطف، باعونا يعني مثل هسه قبل شويه الوكيل اللي فات باعونا بعين الصغيره، لا الحمد لله والشكر احنا ناس كنا مثقفين وتعبانين على نفسنا، حتى يعني اعتصامنا السلمي يعني منظم جدا، تنسيقيات عندنا، واحنا طبعا من كل المحافظات مو بس من بغداد، وان شاء الله مستمرين، وعدنا كنا عزيمة وإصرار إنه يعني ما نرجع إلا ونجيب حقنا، حقنا، وإن شاء الله يعني باشر الباقين كلهم يجتمعون، لأن بعد تعرفون يعني الجو كلش بارد، وهذه مع العلم إنه إحنا يعني متعلمين على هالأجواء هذه وعلى اعتصامات وعلى التظاهرات. زين، وباكر ان شاء الله جايكم اقوى اقوى، باكر جايكم تصعيد ان شاء الله، راح يجون جماعتنا همينا من باقي المحافظات، وما نرجع ان شاء الله الا وحقنا بايدينا. غايتنا انه يعطونا حقوقنا، يعني قلت لك احنا تعبنا، احنا جبناها بسهر وبتعب وباذيه، مو مال نخلي شهاداتنا نعلقها على الحيطان، احنا نريد نبني الوطن كافي، لان احنا نريد مجال واحد من المجالات ناجحين بيها. ليش؟ لانه الكفاءات ما ماخذين مكانهم اصلا، شوفه اصلا يمكن ما اعرف مزور شهادته او فتشي وجايبيه حاطيه في موقع حساس جدا من الدوله، فتعبنا من هذه الامور. احنا نريد يعني حتى هسه الناس اللي معتصمين بالتحرير وغيرها انظارهم وعيونهم علينا احنا، يقولون انتم الطبقه المثقفه اللي بينا، انتوا اللي تاخذون حقوقنا، وفعلا الشراره بدت من عندنا، فاحنا مستمرين ان شاء الله غصبا ما عاد على اللي يريدون ينهبون حقوقنا. انا احكي لك عن القصص اللي صاير معي بوزاره التعليم العالي. وزير التعليم اول ما جاء قعد عين 2 ذوي الاحتياجات الخاصه، من وين؟ من بكالوريوس. أنا ذوي الاحتياجات خاصة ماجستير، قدمت طلب عن طريق الجامعة، إجاني يفض من عنده، جيت قابلت أحد وكلاءه ما قبلني،
والسكرتير استعطف علي من أن جاء من كركوك، قبل ما يدخلني يجاء يسألني أنت من جاي من يطا من يطا حزب؟ قلت له أنا ما منتبه للحزب، فما قبلنا طب يمه. طلعت خابيت واحد خابي طبيت يمه، يعني إلا بس بالواسطات بالأحزاب، وهم الحمد لله ما حصلت منه شيء. يعني إحنا ليش من يعين بكالوريوس يعينهم؟ يعني ليش حمل السالات العليا ليش ما يعينهم؟ إحنا اعتمدنا عليه. وأنا جاي من كركوك، والله ما حد يرجع مني. لو أوقات واحد باب الوزارة ما حد يرجع. أنا لو واحد من ضيم قلبه جاعد يحكي. لو وضعية مصعبة، أنا جاي مني هنا من كركوك بهالوضعية. نحن حملة الشهادات العليا، الفئة المهمشة، الفئة المحرومة. لو وقفنا اليوم وقف اعتصام نطالب بالتعيين. اليوم لنا يومنا الثاني على هذا الاعتصام، نطالب بحقوقنا وهي أبسط حقوق لنا وهو التعيين. بعض منا لم يعين منذ سنة أو سنتين أو 10 سنوات، فكل ما نطلبه الآن هو فقط التعيين. في هذا الجو البارد، في هذا الوضع السيء، لم نأخذ أي حق من حقوقنا. التعيينات بدأت التعيينات تباع وتشترى ونحن لم نحصل على أي شيء. كل ما نريده فقط التعيين، حق بسيط وحق مطلوب من كل فرد من المتواجدين هنا الآن، وهو التعيين. لم نطالب غير شيء، فقط التعيين. إن شاء الله غدا لدينا أيضا وقفة اعتصامية قرب العلاوي إن شاء الله، وحتكون وقفة قوية كبرى إن شاء الله. كل ما نطالبه هو التجمع إن شاء الله والمطالبة بالحقوق في التعيين. تشوفون التجمع، هذه شباب وطاقات مهدورة حصلوا على شهادات عليا لكن ما أخذوا فرصتهم بالتعيين. فتشوفون شباب بعمر الورد، المفروض يعني الدولة تستفيد من هذه الطاقات. نرجو من المسؤولين ما يهمشوهم وينطوهم فرصتهم حتى يأدون اللي أخذوه، يعني شهادة مو هينة اللي أخذوها، المفروض يعني يأخذون فرصتهم بالعمل. طبعا اليوم كان اكو اعتصام لليوم الثاني لحملة الشهادات العليا، هاي الفئة المهمشة التي تم سرقة حقوقها، إهمالها، تهميشها، تضيع حقوقها. الشباب اليوم من مختلف المحافظات متواجدين في هذا المكان، يعني بيتنا من البارحة احنا موجودين واستمر اعتصامنا. يعني مع الأسف تم منعنا من نصب الخيم، يعني ما نعرف احنا هسه حاليا وين بات، بس بيتنا بالشارع يعني البارحة. وعندنا اليوم ايضا هم النية نفس الشيء، اذا ماكو نية بان يسمحوا لنا نصب خيم فبالنسبة ان الشارع موجود ننام به. طبعا هذا ما يرضي اي شخص، لكن مبين الحكومة راضية بهذا الشيء. حاولنا أكثر من مرة أنه نتواصل مع مسؤولين أنه يلقونا حلول، خاصة مجلس الوزراء، الأمان العام لمجلس الوزراء، أن نشوف له حل لحملة الشهادات العليا. حملة الشهادات العليا أعدادهم يعني مو كبيرة إلى درجة أنه ما تقدر تحلها الدولة. أعدادنا أعداد بسيطة مقارنة باللي يعينوهم بالداخلية، بالدفاع، بغير وزارات. مع هذا يتم تعيين شهادات ابتدائية، شهادات متوسطة، ويتم إهمال حملة الشهادات العليا. لا دوائر الدولة تقبل حامل الشهادة العليا، لا وزارة التعليم تقبل بحامل الشهادة العليا، فحامل الشهادة العليا بالنسبة لي صار منبوت. فإحنا حاليا قررنا أنه ندخل باعتصام، واعتصامنا مفتوح، وغدا إن شاء الله عندنا تصعيد أمام الأمان العام لمجلس الوزراء حتى نشوف لنا حل. يعني لازم يشوفوا لنا حل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا وحدة من ضمن حملة الشهادات العليا وخريجة من سنين، ونقدم ماكو تعيين. يعني أنا مو مشكلة، بس برأفة بحال أولادنا، حتى أولادي يعني هم نفس الشيء، هم خريجين وبدون تعيين ولا وظائف. فيعني نتمنى، يعني إذا أنا مو مشكلة بس غير الأجيال ذولي خطية، نتمنى يعني ينظرون لحالنا لوضعنا، ظروف المعيشة اللي نواجهها إحنا العراقيين. فنتمنى يعني نتمنى تلبونا طلبنا. إحنا صار يومين هنا، يعني صار يومين نتواجد هنا،
ومستعدين، احنا مستمرين يعني مستمرين الى ان شاء الله تلبونا طلباتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن شهادات عليا من ماجستير ودكتوراه، صار لنا اليوم الثاني باعتصام مفتوح امام وزاره التعليم العالي لنطالب بابسط حقوقنا وهي التعيين. والصراحه يعني اللي هاي اليوم الثاني ما شفنا اي مسؤول ولا شفنا اي شخص اجى سال علينا ولا شافنا. والصراحه وين ما نروح يعني ده نشوف اي شيء باب مزود بوجه نحن الشهادات العليا، حتى بالجامعات، حتى من نريد نشوف اكو تعيين ابسط شيء يعني يكتبون الدرجات ابتدائيه ومتوسطه باعداد كثيره، بس من تجي للشهادات العليا الماجستير ولا الدكتوراه يكتبون واحد ولا اثنين، يعني حتى هذا ماكو لا تخطيط ولا اي تنظيم لهيجي حاله. وان شاء الله احنا هم باشر عندنا وقفه اعتصاميه بالعلاوي امام مجلس الوزراء، وان شاء الله نطالب بحقوقنا والحد ما نحصل على حقنا هو التعيين ان شاء الله. طبعا اليوم الثاني ان شاء الله من تاريخ الاعتصام لحمل الشهادات العليا ومن مختلف المحافظات، فهنا متواجد من الناصريه ومن النجف ومن واسط ومن دياله ومن بغداد ومن انبا ومن كركوك. حقيقه هذه الطبقه المهمشه الذي لم تنظر بعين الاعتبار، والمطالب واضحه وهي التعيين المركزي لجميع حمله الشهادات العليا وفق قوانين صاغتها الوزاره ووزير التعليم العالي. الصراحه احنا اليوم الثاني هنا امام وزاره التعليم العالي ولم نجد اي مسؤول يلتفت الى قضيتنا، وحتى اليوم سيارات وكيل وزير التعليم العالي مر من امام اعتصامنا هذا، ولم حتى ما نزل لنا ولا يعني قدم اقتراحات لنا مطالبنا. الصراحه هذا الاعتصام راح يكون مفتوح لحين تحقيق المطالب، ونسال نطلب من ذوي الجهات المعينه انه يوفرون لنا الحلول وياخذون مطالبنا بعين الاعتبار، لان الحقيقه هذه الطبقه عانت ما عانت من الويلات، وهناك الكثير من حمله الشهادات العليا لم يحصلوا على اي فرصه تعيين، لا بل على اي فرصه عمل حتى في الشركات الاهليه. طبعا احنا هذا اليوم الثاني لاعتصام حمله الشهادات العليا اللي كان مذكور سابقا انه يعني يبدا يوم 9 بالشهر، وبدينا البارحه وان شاء الله هذا اليوم الثاني امام وزاره التعليم العالي للبحث العلمي. بكل تاكيد يعني حالي من حال اخوتي واخواتي حمله الشهادات العليا من الماجستير والدكتوراه، مطلبنا واضح وصريح وما عندنا غير هذا المطلب، انه هو التعيين لكافه حمله الشهادات العليا بدون استثناءات. طلعنا قبل وهاي المرة الثانية وراح نكرر طلعاتنا وراح نستمر إلى أن تتحقق أبسط مطالبنا اللي هي التعيين. يوم غد إن شاء الله عندنا تصعيد آخر اللي هو راح يكون أمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللي بالعلاوي. فبكل تأكيد هاي دعوة لكل أخواتنا من حملة شهادة العليا، يعني هو مو مطلبي أو مطلب واحد اثنين ثلاثة، هو مطلب الجميع. يعني الأخوة هنا من المحافظات، عندنا من عدة المحافظات، عندنا اللي أعمار المختلفة، عندنا الكبار والصغار، وعندنا اللي حتى من ذوي الاحتياجات الخاصة. فهاي دعوة للجميع. احنا البارحة أغلب الشباب اللي باتوا هنا ماكو خيام، ما نصبت خيام، باتوا بالشارع، الدنيا باردة والجو بارد والوضع مثل ما تشوفون الوضع اللي العام بصورة عامة بالبلد. فنتمنى من المعنيين من البرلمان من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يا أما تلقون حل لهاي الفئة يا أما تلغون الدراسات العليا بكل الجامعات. يعني أنا كل سنة أجي أقبل ماجستير ودكتوراه وبالتالي يخلصون، أنطي الأمر الجامعي وأقول له القعد ببيتك. شنو الغاية؟ شنو الهدف؟ ليش تقبلون؟ ليش تفتحون دراسات عليا؟ ألغي الدراسات العليا وخلص، عين على مزاجي مثل ما دا يصير. يعني دا يتعينون اللي حتى محامل شهادة واللي أبو الابتدائية. طيب هو أنت خريج البكالوريوس، منو ده يطلع؟ ده يطلع من تحت هذه دكاترة وماجستير.
انت تخرجهم تكمل لي ماجستير والدكتوراه وتعزلهم على صفحه حتى تعين لي الاعداديه والمتوسطه والبكالوريوس، واذا اجت فرصه للماجستير فتجي مقعد مقعدين مو اكثر. فما اعرف يعني اكو اكثر من هذا الظلم، شنو الغايه شنو الهدف ما ادري، لكن نتمنى نكون يعني صوتنا يوصل واحد المعنيين بالوزارة أو بالبرلمان ينزل أضعف الإيمان، يعني ينزل يشوف شنو مطلبنا. ترى مطلبنا واضح، ما طالبنا بأكثر شيء، إني هو التعيين. وكذلك أرجع وأعيد إنه باكر إن شاء الله عندنا تصعيد أمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللي هي بالعلاوي، وهذا الاعتصام مستمر وما راح ينتهي نهائيا إلى أن الجميع مو واحد واثنين تتحقق جميع مطالبها واللي هو مطلبنا بالتعيين. وشكرا جزيلا ونعتذر على الإطالة. مثل ما تشاهدون اعتصام حملة الشهادات العليا يدخل يومه الثاني، إن شاء الله مطالبنا معروفة وهي التعيين المركزي لحملة الشهادات العليا. هاي المشكلة صار لها سنوات يعني لم تحل بحجة عدم توفر درجات وظيفية. الآن عندنا 200 ألف درجة وظيفية متوفرة بدوائر الدولة، حصتنا حسب قانون 59 15%، وبالتالي عندنا 30 ألف درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا. عددنا ما يتجاوز في كل العراق 7000 إلى 8000، فبالقانون ممكن تحل هذه المشكلة. جاي نواجه صعوبات في الاعتصام من ظروف ومناخ قاسي وما يليق بهاي الطبقة المثقفة تبقى بالشارع. نتمنى احتضان هاي الطبقة من قبل السلطات والاهتمام بها. باسمي وباسم اعتصام حملة الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه، يعني أحب أنه أقول أنه هذا الاعتصام اليوم الثاني مستمر، ولحد الآن ما حد نزل لنا لا وزير ولا وكيل وزير وشاف شنو مطالبنا وشنو غاية من تجمعنا. أضف إلى ذلك قبل قليل ساعات مرور الموكب وكيل الوزارة حسب ما نظن، ولا نزل ولا حتى كلف نفسه أنه ينزلنا الجامعة وشوف شنو مطالبنا. يعني ما أعرف أنه هل إحنا يعني ما شالين غير بس اللافتات، وإحنا حملتنا سلمية واحنا غايتنا انسانيه يعني هي قبل كل شيء. وبيضف الى ذلك يعني القوانين اللي شرعت مصلحه الدراسات العليا قانون 59 وما شابه وغيرها اللي هي يعني تخصيص درجات وظيفيه للدراسات العليا، ولكن اكثر التقديمات والروابط هي غير منصفه. لذلك هذه الاعتصامات هي نتيجه هذا الاهمال والتراكمات والاستخفاف بحمله الشهادات العليا ومدى امكانياتهم. وان شاء الله احنا لنا باكر وقفه بالعلاوي، ان شاء الله نتمنى حضور جميع اصحاب الدراسات اللي هم اصحاب حق. ان شاء الله يا رب يكتب لنا التوفيق مسيرتنا هاي، واتمنى مره ثانيه انه تفتون الينا وينظرون بمطلبنا، لانه انت مثل ما تعرف هاي القضيه راح اذا طولت ممكن انه تتدخل بها جهات واطراف، واحنا ما نريد هذا الشيء يكون. احنا نريد فقط اصحاب الحقوق واصحاب الشهادات هم اللي ياخذون حقهم، وان شاء الله يا رب يكتب لنا توفيق للجميع.